الأستاذ أحمد من القليوبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضراتكم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى صديق العمل وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات يا رب إن شاء الله. احترامي وتقديري لفضيلاتكم دكتور عمرو الورداني، الله يعز حضرتك، منبع العلم ومن شاء الله يرضى عنك. اتفضل يا أستاذ أحمد. سؤالي لحضراتكم، مع حضرتكم أحمد هروب من غرب شبرا الخيمة. سؤال لحضراتكم، هل يجوز شرعا أن تضيف الزوجة بندا في عقد الزواج ألا يتزوج زوجها من غيرها؟ طيب، الشرع في هذا. في سؤال تاني؟ شكرا جزيلا لحضراتكم وفضيلاتكم وفريق العمل. الشرط دوت اسمه شرط الخلة، اللي هي ما يتجوزش عليها. وفي الحقيقة الشرط ده بيتنازعه حاجتين. هل هو بيخالف مقتضى الزواج؟ اللي هو ايه مقتضى الزواج؟ مقتضى الزواج ان الزوج حر. حر يعني ايه؟ ان مفيش حاجة تقيد حريته في ان هو او تسلبه حق شرعه الله له. انا شوية ده اللي عليه جماهير الفقهاء. الحاجة التانية لا، ده يجوز لها ان هي، والشرط دوت مش شرط، احنا بنتكلم في الشرط ده بخصوصه مش في تقسيم الشروط. احنا عندنا ثلاث اقسام في الشروط، في شرط موافق لمقتضى العقد، في شرط مخالف لمقتضى العقد، في شرط زائد عن مقتضى العقد. فالشرط دوت بعضهم قال ده مخالف لمقتضى العقد معقد الزواج، وبعضهم قال لا ده شرط موافق لمقتضى العقد ده من حقها، او شرط زائد عن مقتضى العقد. قالوا ان هو شرط زائد عن مقتضى العقد، ده بحل فيه ايه؟ اذا كان في مصلحه للناس ان هم يشترطوا، وده مقتضى اطلاق قوله صلى الله عليه وسلم الناس عند شروطهم. فاذا هي شرطت ده وهو قبل هذا الشرط، فنحن نقول بمذهب السادة الحنابلة بان هي لها ان تشرط هذا الشرط. فاذا شرطت هذا الشرط يكون آثما اذا خالف هذا الشرط. يبقى ايه الشرط؟ لها ان تشترط هذا، لها ان تشترط هذا.